لازم اشيد ببعض اللاعبين. وانا لو ما اجي اشيد ببعض اللاعبين النهارده، انا طبعا اشدت بالجمهور ده رقم واحد، لكن لما تيجي تتكلم على بعض اللاعبين النهارده مش عارف تشيد بمين ولا بمين. لا يعني ما لازم هتقول الفرقه كلها حتى بالبودل اللي نزلوا. يا راجل ده عمر الساعي نزل رجله في الملعب خد بطوله، يعني نزل رجله في الملعب الحكم صفر تلعب البطوله، ده ما عرقش الراجل، ما عرقش. يعني كولر برضه غريب بصراحه في كام حاجه، بس هو الراجل ناجح جدا، مدرب كبير جدا كولر، لكن عمر الساعي حط رجله كده بس وخرجها تاني واخد بطوله، دي تاني بطوله ليه مع النادي الاهلي. يعني اشرف داري النهارده شارك لبعض الدقائق، قفشه نزل جاب جون في الدقيقه 92 من ضربه جزاء، وانا عجبني قوي الروح اللي اتعامل بيها اسامه ابو علي مع قفشه. يا جماعه اسامه ابو علي نضيف، المواقف بتثبت ان هو نضيف. لو بنتكلم على المستوى الشخصي بالنسبه لاسامه ابو علي فهو لاعب نضيف جدا جدا جدا، من جوه هنا ابيض سالك سالك سالك، يعني سالك بمعنى الكلمه. في ناس تقعد تقول اصل ده سالك، اصل ده علانيات وكلام من ده، ما بقاش حقيقي قوي يعني. لكن اسامه ابو علي ده سالك سالك، راجل مهاجم زي ما بيقول الكتاب، واخد الكره اولا شوف الذكاء، التوقع ان المدافع هيغلط اللي هو نادر يحيى ولا يحيى نادر، انه هيغلط، ده ذكاء مهاجم، دي جوده مهاجم. راح مش فزلكه بقى ويروح مرقص حارس المرمى يروح حاططها بشماله، لا ده هو اللمسه زقها تاني، يعني الكره رايحه في نفس الاتجاه هو زيقها في نفس الاتجاه، زي الجون مثلا بتاع الاهلي في بيراميدز في استاد الدفاع الجوي الماتش اللي خلص 1-0 تقريبا، ساعتها كان ماتش حاسم في بطوله الدوري الموسم اللي فات. ما بيتفلسفش، دي قيمه المهاجم، دي ده ذكاء المهاجم. اسامه ابو علي احد ابرز نجوم المباراه، عمل مباراه كبيره جدا النهارده يهد اي دفاع بصراحه. لعيب اوروبي، مهاجم اوروبي، اسامه ابو علي ده مهاجم اوروبي. النهارده امام عاشور هو ده امام، هي دي نسخه امام عاشور اللي الناس دايما منتظراها، لان امام عاشور كان بقاله فتره بعيد عن مستواه بصراحه بصراحه. النهارده امام هو امام، هي دي مهارات امام، دي امكانيات امام، دي جوده امام، جاب جون عالمي. ده في صوره يا جماعه تحفه، هو بيلعب الكره تحفه، اللعبه اصلا من اولها لو وسام من الاول اداها لامام برضو جون، فقال لك اوديها لطاهر، طاهر راح لعبها عرضيه رائعه وسام على عيبها زي ما جت بوش رجله هوب، هي دي جون حلو قوي. لا في كوره، في صوره بقى من الظهر كده شيك حلوه يعني تعجبني، اللي هي من بتوع، ايوه هي دي صور من بتوع الانستجرام يا جماعه، دي صوره من بتوع الانستجرام. فالراجل حطها بشكل ممتاز، شكل مهاري جدا جدا، يبين لك جوده اللاعب ده. فامام عمل ايضا مباراه كبيره قوي قوي وظهر بالوجه الحقيقي لامام عاشور. تيجي تتكلم النهارده على اكرم توفيق، قافل ميه ونور، قاطع ميه ونور على اي حد، اي حد جاي الناحيه دي اوعى تفكر تروح ناحيه اكرم توفيق. تيجي تتكلم على الاثنين قلوب الدفاع بتوع النادي الاهلي، رامي ربيعه للامانه الشديده في عزه دلوقتي، هو في عزه فترات كتير قوي. رامي ربيعه ده يا جماعه تتكلم مع اي حد من جمهور النادي الاهلي يقول لك يا عم بقى خليه بقى يمشي بعيد عن النهارده، تتكلم مع احد من جمهور النادي الاهلي يقول لك لا رامي ربيعه رقم واحد، رامي ربيعه عامل اداء ممتاز الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده. تيجي تتكلم على ياسر ابراهيم رجوله، من نوع اللعيبه اللي بيحبوا ماتشات كتير ورا بعض عشان يجيب مستواه، دي حقيقه واضح ان هو جاب مستواه في اخر ماتشين بالتحديد، ماتش النهارده وماتش الزمالك الاخير في السوبر المحلي، احد اهم العناصر اللي ادوا الفوز بالبطولتين بالنسبه للنادي الاهلي، شارك في السوبر الافريقي اللي فاز فيه الزمالك عن جداره واستحقاق في الحقيقه، لكن ما كانش افضل حاجه ياسر ابراهيم. تيجي تتكلم على يحيى عطيه الله النهارده باك ليفت تقيل جدا 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 جدا، نص الملعب مروان عطيه ممتاز، والله مش عايز انسى حد لان كلهم عملوا ماتش كبير جدا. كوكا ده السهل الممتنع، السهل الممتنع، اسهل حاجه وكره بسيطه بالنسبه له والدنيا زي الفل وجميله وبسيطه جدا، لا في فلسفه ولا فزلكه ولا عايز اثبت يعني ان انا لعيب كبير، هو لعيب كبير باسهل طريقه ممكنه في الملعب. تخش قدام حسين الشحات النهارده ابتدى يجيب مستواه على فكره، الناس تقول لك اصل حسين مش قوي. لا النهارده انا شايف حسين كويس والله، شايف حسين النهارده ابتدى يجيب مستواه. نسيت حد؟ قلت وسام وقلت امام، ناقص مين تاني يا جماعه؟ مين اللي كان الوينج وينج يمين في الاهلي؟ طاهر من ساعه ماتش سيراميكا مكسر الدنيا، جونين في سيراميكا، عمل ماتش كبير قوي قدام نادي الزمالك كبير جدا جدا جدا. النهارده طاهر راجل في الملعب كالعاده، لعيب قوي، لعيب عنده امكانيات كويسه جدا جدا على المستوى البدني تمام.
فالفرقه كلها ممتازه. ما ينفعش انسى الشناوي طبعا، الشناوي قائد كبير، نجم كبير، عمل مباراه كبيره جدا جدا. فمليون مليون مبروك للنادي الاهلي. اتمنى ان انا ما كنتش نسيت حاجه من ضمن الحاجات اللي كنت حابب اتكلم فيها مع جمهور الكره المصريه، لان النهارده كله مختلف انتماءاته بيفرح. على فكره النهارده كان في جماهير لنادي الزمالك في الملعب بيأزروا النادي الاهلي، والله انا بنفسي، واتبعت لي على صفحتي حتى صور، يا ريتني كنت اديتها لكم قبل الحلقه، نسيت للاسف، صور اهلاوي والزملكاوي جنب بعض في الملعب بيأزروا النادي الاهلي، بيشجعوا النادي الاهلي في مباراه زي دي، مباراه قاريه، مباراه مهمه جدا. فدايما نتمنى ان يكون ده، لان بالمناسبه احنا عندنا فرقتين بنفتخر بيهم في مصر، اهلي وزمالك، زمالك واهلي، فرقتين بنفتخر بيهم فعلا حقيقي. بنفرح جدا لما الزمالك ياخد بطوله، بنفرح جدا لما الاهلي ياخد بطوله، لما الاثنين بيشرفوا مصر. فمصر يا بختها بالاهلي والزمالك في كل الاحوال، لكن النهارده ده يوم النادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي كبير زي ما هو دايما كبير. ف الف مليون مبروك للنادي